عايزه ابدا من هنا، من وجهه نظركم طبعا كبطله معانا يارا ودكتور ايمن، من وجهه نظر حضرتك برضو الطفره اللي حصلت دي جت نتيجه ايه؟ وليه فجاه كده لقينا نتائجنا في السلاح لا فيها تقدم كبير وابطال اسماء كتيره جدا ظهرت كمان مؤخرا؟ طيب هو الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم هو مش فجاه ولا حاجه، احنا الاتحاد المصري ده تاني دوره له، الاتحاد مجلس الاداره كله بقى اللائحه الجديده ان هو مكون من لاعبين سابقين دوليين او اولمبيين، فبقى الفكر بتاع مجلس الاداره فكر بيتطلع لتحقيق ميداليات اكتر. دي الدوره الثانيه للاتحاد بشكل عام ولا للاعضاء الحاليين؟ للاعضاء الحاليين دي تاني دوره ليهم. لا الاتحاد السلاح انا حابب اقول ان قديم، اول مشاركه اولمبيه عربيه وافريقيه كان لاعب سلاح احمد حسنين باشا سنه 1924، دي اول مشاركه اولمبيه يعني. فالاتحاد السلاح هو من اقدم الالعاب، هو من اقدم الاتحادات، ولكن النتائج مش النتائج من افضل النتائج، ده اللي انا كنت بقوله ان في تطوير حصل يعني النتائج الجيده اللي حصلت الفتره الاخيره ليها كذا اتجاه. الاتجاه الاولاني ان بدا الاتحاد يشكل اجهزه كامله، اجهزه طبيه واجهزه معاونه واجهزه نفسيه وهكذا. تاني حاجه الاهتمام بالاجيال اللي ناشئه من تحت، يعني محمد السيد تحت 20 سنه، ادهم معتز تحت 20 سنه، محمد ياسين تحت 20 سنه، الابطال دول هم المصنفين الاوائل على العالم دلوقتي. فالاهتمام بالجيل الناشئ من فتره طويله من 4 أو 5 سنين بداوا هم دلوقتي في بطولات السنيور يحققوا ميداليات، فبقى فيه اهتمام بالقاعده من تحت علشان نجيب ميداليات في مرحله السينيور والجينيور على حد سواء. في حاجه كمان اخيره ان خطه مصر 2030 لتنظيم واستضافه البطولات، مش بس استضافتها والاداء بشكل جيد واحراز ميداليات فيها، الاتحاد على عاتقه الموضوع ده مع اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، خلى فيه دافع عند اللعيبه لما بيشوفوا البطولات بتتنظم في بلدهم على اعلى مستوى واحسن من البطولات الدوليه كمان، بقوا حابين يخشوا دور الثمانيه، حابين يخشوا دور الاربعه، لغايه ما بقى التصنيفات بقى بتاعتنا في مصر دلوقتي احنا من الثمانيه العظام في اكثر من سلاحيه. ما شاء الله.